السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه ان شاء الله النهاردة هنبدأ الحصة الثانية في منهج الكيمستري، ويلا بينا على بركة الله. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حصة النهاردة يا شباب بعنوان كيمستري از ا سنترال ساينس. كيمستري از ا سنترال ساينس. كنا اخذنا الحصة اللي فاتت ازاي نفهم أهمية الكيمستري وتعريف الكيمستري، تمام، وخدنا كمان البرانشز بتاعت الكيمستري والفيلدز بتاعت الكيمستري. الحصة كانت مهمة جدا، واللي هيبدأ الحصة التانية فضلا إن هو يرجع للحصة الأولانية قبل ما يبدأ معانا، تمام. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أهمية الكيمستري، وهنكمل الإيه ما يتعلق ب اهتمامنا ودراستنا للكيمستري ان شاء الله رب العالمين. الحصه طبعا سهله جدا وممتعه جدا، ويلا بينا نبدا ما نضيعش وقت. لو احنا قلنا ليه الكيمستري يعتبر سنترال ساينس، بنقول الكيمستري تعتبر حاجه essential to understand other sciences. هي عباره عن حاجه اساسيه بفهم من خلالها العلوم الاخرى. مش بس كده، الكيمستري تعتبر حلقة وصل ما بين العلوم الأساسية والتطبيقية. يعني إيه؟ يعني أنا لو فرضت مثلا إن الكيمستري تعتبر هي السنتر بتاعت السيركل دي، فهلاقي السنتر ده الجزء اللي فوق بيمثل العلوم الأساسية اللي هي بدرسها معاك أو مع زمايلي فين في السينيور، زي الفيزيكس، البيولوجي، الجيولوجي أند سو أون. في حين لما تتخصص سعادتك في الكلية بقى هيجي العلوم التطبيقية. العلوم التطبيقية زي ايه؟ زي الانجينيرينج، زي الميديسين، الفارماسي، اند الاجريكالتشر، تمام. بنقول هنا ان الكيمستري تعتبر حلقة وصل ما بين العلوم دي. ازاي ايه حلقة وصل؟ يلا بينا نشوف مع بعض الفكرة دي ماشية ازاي. لو انا طبعا تصورت هنا ان الكيمستري ليه علاقه مع البيولوجي، فاقدر اقول هنا ان البيولوجي بيهتم بدراسه الليفنج اورجانيزمز اللي هي الكائنات الحيه. طبعا هنا الكيمستري لما تقول للبيولوجي تعريفك ايه يا بيولوجي، تقول لها انا هو الساينس، انا الساينس اللي بهتم بدراسه الايه الكائنات الحيه. تقول لها قشطه جدا، ايه رايك انا هساعدك بدرجه كبيره ما تتخيلهاش يا بيولوجي. تقوم البيولوجي تقول لها ازاي، وريني، انت هتساعديني؟ تقول لها طبعا. هتقول لها مش حضرتك بيحصل جواكي بيولوجيكال بروسيسز زي مثلا الدايجيشن، الريسبيريشن، الفوتوسينثيز بروسيسز اند سو اون. قالت لها طبعا، امال ايه؟ دي العمليات اللي هي بتتم داخل الكائنات ايه الحيه. هتقول لها طب العمليات دي اللي بيخليها تتحرك هي الكيميكال رياكشنز. كيميكال رياكشنز يعني عمليه الهضم، ايه نقدر نعرفها ان هي عمليه كيميائيه، كذلك عمليه الريسبيريشن اند سو اون. وبالتالي العمليات الحيويه داخل اجسام الكائنات الحيه حياتها ايه؟ حياتها بيولوجيكال كيميكال ايه رياكشنز، بيولوجيكال كيميكال ايه رياكشنز، تمام. وبالتالي هنا الكيمستري بتقول لها شفت ازاي اقدر اساعدك، تقدر تساعدها في ان هي تفهمها العمليات الحيويه كيف تتم داخل الكائنات الحيه. كمان قال لك ممكن كمان الكيمستري تعرف البيولوجي التركيب بتاع الكومبوننتس بتاع السيل، such as the carbohydrates, the fats, the proteins, the nucleic acid and so on. يعني في حقيقة الايه التركيب بتاع المكونات دي هي مركبات كيميكال. هي مركبات ايه كيميكال، تقدر الكيمستر ان هي تعمل لها اناليسز، وتقدر ان هي ايه تعرفنا مش بس الايه الاليمنتس اللي بتخش، كمان الكونسنتريشن بتاع كل ايه اليمنت، تمام. على سبيل المثال جسم الإنسان بيحتوي على مكونات مختلفة مثلا من البروتين والدهون والمينرال اسيدز اند سو اون. والووتر بالتأكيد بيمثل ايه؟ بيمثل البرسنتج الأغلب فين في جسم ايه؟ الإنسان. كمان ممكن أتعرف على
الكومبوننتس اللي هي بتكون ايه، او الاليمنتس اللي بتكون ايه الكومبوننتس دي، زي الصوديوم زي الهيدروجين زي الاكسجين زي الكالسيوم اند سو اون. وبناء عليه نقدر نقول ان عمليه الاتحاد بين الكيمستري والبيولوجي ادت ان احنا نحصل على علم جديد معروف باسم البايوكيمستري، معروف باسم البايو ايه البايوكيمستري. سو وات از مينت باي البايوكيمستري؟ البايوكيمستري اكشوالي از ذا ساينس ذات از انترستد ان ايه studying the chemical composition of the components of the cell such as the carbohydrates, the fats, the proteins and the nucleic acids. مرة كمان ركز معايا، علم البيوكيمستري هو العلم اللي بيختص بدراسة التركيب بتاع المكونات الايه الكيميائية اللي هي موجودة داخل جسم الكائن الحي. أمثلة عليها الكربوهيدرينز الفاتس البروتينز النيوكليك أسيدز أند سو أون. خلاص، إذا هنا إيه ناتج التكامل أو الاتحاد ما بين علمي الكيمستري والبيولوجي؟ حصلت على هنا بايو كيمستري، حصلت هنا على بايو كيمستري. شايفين هنا السنتر، هنا هو الكيمستري السنتر، هنا شباب هو ده درس النهارده، هو الكيمستري، هو ازاي بيأثر في الايه السيركمفرنس بتاع الدايره وازاي بيتأثر بيها، ده هو موضوعنا النهارده. تمام، يبقى انا ككيمستري هنا رحت قلت بيولوجي انا ممكن اساعدك وممكن اقف معاكي وممكن افهمك حاجات كتيره، وده بالتالي بيساعد البيولوجي بدرجه كده. تمام، طب ليتس موف اون تو الايه الفيزيكس مع بعض بعد ما اخذنا ايه البايو كيمستري. تمام، تعالوا نروح للفيزيكس. طبعا ايه الفيزيكس يا جماعه؟ طبعا احنا هندرسها مع الكيمستري ان بارل كده واحنا طالعين، وايه علم طبعا علم اساسي ومهم جدا في دراسه العلوم ايه الاساسيه اللي هو علم ايه الفيزيكس. طب الفيزيكس يا مستر مهتم بايه؟ هو مهتم بدراسه الاكسترنال بروبرتيز اوف الماتر. انلايك الكيمستري مهتمه بدراسه الانترنال بروبرتيز اوف الماتر، يعني اتنين بيدرسوا الخصائص بتاعت الماده، ولكن الدراسه هنا بتختلف طبعا لوجهه نظر كل ايه كل واحد. يعني مثلا الفيزيكس بتدرس ايه؟ يعني يا مستر بتدرس الاكسترنال بروبرتيز، زي مثلا الانرجي ازاي بتأثر على الماتيريال، لما الانرجي تبتدي تضاف الى الماتيريال. هنا الفيزيكس تدرس بقى تقول لك الانرجي لما تضاف الى الماتيريال بيحصل موفمنت الفيلوسيتي بتاعه البارتيكلز بتبتدي تزيد اند الافريج فيلوسيتي بيديني طبعا هنا مقياس للتمبريتشر، وبالتالي هنا الفيزيكس بتدرس خصائص المادة الخارجية، بمعنى آخر كيف تتعامل مع الانرجي، كيف تتعامل مع ايه؟ مع الانرجي. عرفت ازاي يقول studying the external properties of matter like the energy, movement, mass and velocity. Unlike the chemistry برضو بتدرس الماتر، ولكن بتدرس ال internal properties such as the types of the bonds between المولكيولز اور بتوين الاتومز اند ايتش اذر، بتدرس الديجري اوف الاكتيفيتي اند الاستابيليتي. يبقى هنا برضو الكيمستري بتدرس البوندز او بتدرس الانترنال بروبرتيز بتاعت الماتر، اند اف احنا الاثنين بندرس البروبرتيز بتاعت الماتر سو طب ما احنا ممكن نعمل كومباين توجذر، ممكن نعمل تكامل انتجريشن ويبقى معانا physical chemistry. يبقى معنى ايه physical chemistry؟ هيساعد على التكامل، ده التفاهم اللي ما بيننا في حاجات كتير. طبعا الفيزيكس والكيمستري متفاهمين في حاجات كتير جدا ومختلفين في حاجات ليست جوهريه. تمام، طبعا زي ما قلت وجهه نظر كل علم عن الفكره بتاعه الايه الموضوع. يعني الفيزيكس بيهتم بالانرجي
وبالتالي هو علشان اهتمامه ده ممكن يتغاضى عن اي حاجه. انما الكيمستري لا، مهتم بالماده، انما في الاخر هم متفقين مع بعض اتفاق جذري لا يقبل ايه النقاش. يعني مثلا لما اجي اقول دلوقتي انت عايز في المجال، على المجال العملي التطبيقي، الفيزيكس مش تقدر تساعد الكيمستري؟ قال لك اه تقدر تساعد. تساعدها في ايه بقى؟ قال لك لا، الفيزيكس دي ماده اكسبيرمنتال جباره، ممكن تصنع للكيمستري نيو اكيوريت ميثودز اوف ميجرمنت. يعني ممكن انا مثلا اعمل جهاز مثلا زي الاميتر، يخلي الالكترونز لما تتحرك في السلك الخارجي تقيس لي الكوانتيتي اوف التشارجز الموجوده في السلك. يبقى انا كده كراجل بتاع فيزياء عملت ايه؟ خدمت اخويا بتاع الكيمستري في ان انا صممت له جهاز. كمان ممكن انظمه في احلل معاه الاتوميك ستراكشر السبيكترم اللي خارجه دي من الاتوم. ما ممكن انا اساعده، ممكن احط له ايه بريزم كده او اداه كده اهو تعمل اناليسيز لللايت، وبالتالي تفهم بتوع الكيمستري ايه السب ليفلز والكلام ده اللي احنا هندرسه ان شاء الله. وبالتالي هنا كمان ممكن حاجات تانية وتالتة ورابعة. الفيزيكس ممكن تعمل اجهزة لقياس الدنسي او الكونسنتريشن بتاع السوليوشن اند سو اون. اذا هنا الفيزيكس لما تيجي تتعامل مع الكيمستري بتتعامل بالتقل بتاعها بقى، تقول لها انا هخدمك وهنتفق مع بعض ونعمل ايه ذا جريت ديل. فين في موضوع الساينس هو الديل اللي بيحصل ما بينهم. تاني طب معنى كده ان ايه الكيمستري بتقول الفيزيكس يا طنط بقى، ما كانت بتقول البيولوجي يا بنتي انا هساعدك. قال لك لا، احنا اتفقنا ان الكيمستري زي ما بتفيد بتستفيد، زي ما بتستفيد هتفيد. طب هتفيد الفيزيكس في ايه بقى؟ فيزيكس واحد كده ضخم جبار عنده عضلات قويه، انت هتفيديه في ايه؟ ما وريني هتفيديه. لا هفيدك، انت دلوقتي لما تيجي تتكلم على الاتوميك ستراكشر مين هيقول لك ان في بوزيتيف وفي نيجاتيف؟ هتفضل ماشي على كده هواك كده، هتقعد تقول ان في سيركت ماشي فيها بوزيتيف تشارج؟ لا 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 لا، انت عندك حاجه اسمها ايه الفورسز. فبالتالي لما تيجي تدرس الكتريك فورسز ما ينفعش تدرس الكتريك فورسز من غير التصور بتاع الكيمستري اللي هو البوزيتيف بروتونز والنيجاتيف ايه الكترونز. عندك هتبتدي تحط نظريه بناء على كده، يبقى انت كده تقدر تستفاد من الكيمستري كاساس نظري، تقدر تعمل عليه نظريتك كراجل بتاع ايه، كراجل بتاع فيزياء. اذا انت واضح هنا ان الفيزيكس ما تقدرش تستغنى عن الكيمستري، تعتبر اساس نظري، اساس نظري لايه للفيزيكس، للفيزيكس. عرفت ازاي؟ سو انا عندي هنا الفيزيكال كيمستري بانت بقى هو الساينس that is interested in studying the properties of the matter either طبعا externally or internally زي ما وضحت لك. structure طبعا structure، ما انا عايز اشوف الاتوم بقى بتتكون من ايه، نيوكليوس وانرجي ليفلز هنتفق عليهم مع بعض، نبتدي نفكر مع بعض على الفورسز، نبتدي نشتغل مع بعض في الميدان دوت. عرفت ازاي؟ ميدان واسع وجميل جدا، ميدان الاشتراك او التكامل ما بين الفيزيكس والكيمستري. يبتدوا الاثنين يدرسوا مع بعض، يبتدي الفيزيكس تشتغل الكترونكس، يبتدي الكتروكيمستري تشتغل، الدنيا تبقى حلوه مع بعض، الاثنين ماشيين هاند ان هاند يا جماعه، الفيزيكس والايه والكيمستري. As well as the particles forming that matter. طبعا يعني تتكلم على الالكترونز، تتكلم على البروتونز، نتكلم على الايه الكلام ده. اذا الفيزيكس والكيمستري بيخشوا مع بعض هنا في انتجريشن، وبيعملوا مع بعض يا شباب الفيزيكال كيمستري، الفيزيكال كيمستري. اوكي از ذات اوكي؟ طيب انا كده خلصت الجزء اللي هو خاص بالعلوم الاساسيه. ليتس موف اون تو ازاي الكيمستري بتاكس اون العلوم التطبيقيه ساتش از طبعا الميديسين اند الفارماسي. انا هنا عاملها لك بطريقه ظريفه كده، طبعا هنا احنا بنقول هنا ان الكيمستري والميديسين بنقول الميديسينز ار كيميكال كومباوندز. طبعا الكيميكال كومباوندز دي عندها صفات علاجيه، صفات علاجيه تقدر تعالج الايه المرض اللي بيظهر. طب الصفات العلاجيه دي ذات هاف ثيرابيوتيك بروبرتيز، ثيرابيوتيك بروبرتيز، ثيرابيوتيك بروبرتيز يعني يعني خصائص علاجيه، ثيرابيوتيك بروبرتيز، اند كان بي اكستراكتد فروم. بستخلصها ازاي؟ بستخلصها من خلال الناتشرال سورسز
او من خلال اللابراتوريز. اللابراتوريز اللي هو المعامل، اللابراتوريز اللي هو المعامل. يبقى هنا التعريف سهل جدا، بنقول هنا ان الميديسن عبارة الدواء، يعني الدواء عبارة عن ايه؟ عبارة عن مواد لها صفات علاجية، therapeutic properties، صفات علاجية. الصفات العلاجية دي ممكن ان انا استخلص هذا الدواء من الاعشاب، الاعشاب او من خلال المعامل ايه؟ الكيميائية. طيب لو احنا قلنا عايزين نفهم، كان زمان كان مفيش فاصل ما بين الميديسين والفارماسي، كان الطب والفارماسي تقريبا حاجه واحده. يعني ايه؟ يعني الدكتور بيروح يشخص المرض ويبتدي على اساسه عشوائيا كده يكتب شويه اعشاب. هو بيكتب شويه اعشاب وتلاقي المريض ايه؟ خف. انما هل هو كعلم او كساينس عارف ايه السبب اللي خلى الدواء ده، ولا يعمل عمليه تريتمنت، ولا هو بمجرد الايه؟ المتابعه والملاحظه والخبره. طبعا الخبره كان زمان هي اللي بتقول ده حكيم، ده راجل حكيم. راجل حكيم يعني هو بيربط الايه؟ الاشياء ببعض، انما تقدرش ايه؟ تفصل ايه؟ الاثنين عن بعض. انما لما تيجي تقول لي بقى دلوقتي اصبح الراجل الدكتور ده بيعمل ايه؟ بيشخص الايه؟ المرض، وابتدي يطلب العلاج. هو عايز يطلب العلاج، مين يحضر له العلاج؟ طب هو بيحضر له العلاج ليه؟ فارماسيست اللي هو الصيدلي يحضر له العلاج ليه؟ لانه معاه الكيمستري اللي تخليه يخرج الايه؟ يخرج العلاج دوت. يبقى عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنحضره في الايه؟ في المعمل. يبقى هنا الكيمستري بتلعب دور ايه؟ plays an important role by knowing the functions of the hormones and the enzymes. يعني احنا خدنا في ميدل 3 فرق ما بين الهرمونز والانزيمز، ان الهرمونز عباره عن مسج بيبعتها كيميكال مسج، بيبعتها البلد علشان واخد بيها اوردر، علشان يروح بيها يدي يعتبر بروسيس معينه تحصل، زي مثلا الجروث هرمونز اللي بيجي من البيتيوتري جلاندز والانسولين اند سور. غير الايه؟ الانزيم. الانزيم بيبقى عباره عن كيميكال سبستانس بتعمل سبيدنج اب للكيميكال رياكشن، زي مثلا انزيم بتاع عمليه الهضم مثلا. عمليه الهضم بدون انزيم بتاخد ممكن وقت طويل جدا، يكون بني ادم مات على ما يهضم. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيخلي فيه انزيمات فين؟ في السيستم ده، الدايجستيف سيستم طبعا، وبتبتدي تعمل عمليه تسريع. والله لو في عندي خلل في الهرمون ما كانش العلماء يقدروا يعرفوا الخلل. يعني مثلا واحد عنده سكر مثلا، فهو دلوقتي عنده نقص في هرمون الايه؟ الانسولين. لو ما كناش عارفين التركيب الكيميائي للانسولين ما كناش هنقدر نحقن بيه ايه؟ هذا الشخص. عرف؟ يبقى هنا انا عايز اعرف ايه المشكله فين بناء على التركيب الكيميائي. او انا والله اقول لك انا ابص كده ده ما في الحصه الجايه. انا بشخص دلوقتي بناء على الكيميكال اناليسز اللي جالها الدكتور، بقى يقول لك ايه؟ ده عنده نقص فين؟ في هرمون الانسولين، فانت بتدي له هو الانسولين. طب ده هرمون، يبقى حصل هنا خلل في الهرمون، مين عوضه؟ المعمل. فالمعمل هنا هو يكون محضر لي الماده بتاعت الانسولين ويحقنها في جسم الانسان. نفس الكلام لو انت عندك المعده الوسط الاسيديك ده مثلا، وفي انزيم مثلا ما اتفرزش، لان الانزيمات دي بتبقى محتاجه بي اتش معين، ففضل المعده البي اتش بتاعها او الحموضه يعني بتاعتها اتغيرت. فانت دلوقتي بتلاقي ان الانزيم مش بيفرز، فعمليه الهضم بيبقى فيها عسر. ف بيبدا الكيمستري بقى تشتغل، بيدي لك مثلا دواء معين يغير الحموضه عشان الانزيم يرجع ايه؟ يشتغل. بناء على الكلمتين دول لو احنا غيرنا النظام بتاع الحفظ، احنا بنفهم يا جماعه. فانت باسلوبك او باسلوبي بنعبر مع بعض اهو. فبنقول هنا الكيمستري بلايز ان امبورتنت رول باي نوينج الفانكشنز اوف هرمونز اند انزيمز. ايه؟ بتعرف طبيعه الهرمون والانزيمز امتى بتتفرز؟ هل هي بتبقى بتفرز بشكل دائم او مؤقت خلال عمر الانسان؟ اند سو اون. از ا ريزلت الميديسن
اللي هو الدواء كان treat hormonal and enzymatic dysfunctions. Again as a result الميديسين يا شباب can treat hormonal and enzymatic dysfunctions اللي هو الخلل الهرموني والخلل الايه الانزيمي الموجود زي ما شرحت في جسم الانسان. اذا خلاصه الكلام ان الكيمستري قادر تميز ما بين علمين تطبيقيين وتجعل كل واحد فيهم مميز عن الاخر which are الميديسين اند الفارماسي ميديسين اند فارماسي وبدا الانسان يشتغل على نور. عرفت ازاي؟ So let's move on to المجال اللي هو next which is الاجريكالتشر اللي هو مجال الزراعة. طبعا احنا برضو محضرين كلمتين كده ونشر. طيب قال لك هنا الكيمستري زي ما خدنا الحصة اللي فاتت عندها 5 fields تقدر تinteract بيهم مع اي ساينس. فهنا بتيجي الاجريكالتشر تاخد مراحل 3 fields. صوت ارضي بتقدر تقول الكيمستري بتشتغل بالاناليسيس بتاعها عشان تحلل نوع التربة. هل هي تربة حمادية؟ هل هي تربة فلوية او تربة متعادلة؟ وبالتالي تحليل نوع التربة ده شباب بيحدد او خصائص التربة دي بيحدد الايه كفايتها للزراعة. يعني هل هي تقدر ايه هو الفلكة بس بتاعت الزراعة اللي ممكن تقوم ايه بيها من غير ما يبقى فيها اي ايه مشكلة. يعني طبعا النبات بيسحب من النيوترانس بتاعت التربة دي. اذا في اول مجال الكيمستري بتقوم بيه بتحلل التربة. في الزراعة بتحلل ايه التربة تحدد نوع التربة. تاني حاجة بتقوم بان هي بتوبتيننج بنفيشال برودكتس بتقدم ايه منتجات مفيدة زي ما قلنا الحصة اللي فاتت في مجال الاندستريال فيلد. ارجع الحصة اللي فاتت وطبق معايا الكلام ده براكتيكالي النهاردة. increasing the productivity of the crops by preparing suitable fertilizers. فيرتلايزرز اللي هو اشبه بالبروتينز بتاع النبات اللي هو الفيرتلايزر المخصبات. عرفت ازاي؟ يبقى الكيمستري هنا بتوبتين نيو بينيفيشال برودكت تقدر تبروفايد الاجريكالتشر بي. اند اخر حاجه بتعمل كمان مرحله المعالجه تريتنج فيلد او ستيج ان ويتش. طبعا الكيمستري بتبروفايد حاجه اسمها انسكتسايدز اللي هو المبيد الحشري اللي هو تقدر تقول بيكافح الافات تو جيت ريد اوف البيست هنا اللي هو الافات. اذا لو في عندك محصول تقدر الافات بتهاجمه، لا الكيمستري بتقدم لك معالجه هنا بان بتقدم لك مبيد حشري. يبقى هنا نقدر نقول ان الكيمستري قادر تنتراكت مع الاجريكالتشر وقدرت ان هي تبروفايد الاجريكالتشر وتفيدها. عرفت ازاي؟ يبقى ارجو ان لحد دلوقتي يكون الكيمستري قدرنا نقدر اهميتها كساينس سواء كان في مع العلوم الاساسيه او العلوم التطبيقيه. عرفت ازاي؟ اذا لحد دلوقتي الدرس جميل تطبيقي وجميل جدا. اند وي هاف هنا اخر حاجه كيمستري اند فيوتشر. الدايره دي لو عايزه توسع يبقى هنا معناها ان انا اي ام لوكينج forward to future. يبقى انا هنا بنظر للمستقبل. يبقى انا في هنا ويندو بنظر بيها للمستقبل بيبقى مكتوب عليها ايه النانو كيمستري. اذا الكيمستري بتنظر للمستقبل من خلال علم يعتبر وليد او جديد اسمه النانو كيمستري. يبقى هنا ايه النانو كيمستري وايه موضوعه؟ هناخد نبذه بسيطه قوي عنه النهارده وهندرسه بالتفصيل ان شاء الله كمان هستيق. انما هو علم ممتع وارجو الطلبة ان هي تفكر تتخصص فيه في المستقبل لان ده يعتبر من ضمن العلوم اللي هي هتساهم بدرجة كبيرة في تقدم البلد ان شاء الله. لما نيجي نقول هنا
انت بتتكلم على تعريف ايه النانو كيمستري، هو الساينس اللي هو علم المستقبل، يعني عايز اقول لك اللي هو مهتم بايه، بديسكفرينج اند فورمينج نانو سكيل سبستانسز. اشرح جزئيه جزئيه. يعني انا مثلا لما اجي اتكلم على السبستانس اللي هي على المستوى المرئي زي الذهب مثلا، ذهب او فضه او اي حاجه، انت بتلاحظ ان لو تبص لك الكيمستري بتلاحظ ان في ملايين من الموليكيولز متكتله عشان تحصل من خلالها على الايه البعد دوت المرئي ده او الشكل المرئي ده. ده بيديني خصائص، يبقى لما الملايين بتاعت الموليكيولز تتكون بتديني خصائص معينه. ايه الخصائص العاديه، مش الخصائص الفريده بقى اللي هو النانو كيمستري هيقدمها لك. اربط ولاحظ معايا. طب افرض انا قدرت اكسر الخاتم دوت لجزيئات صغيره جدا لا ترى بالعلم مجرد على مستوى اسمه مستوى النانو، هكلمك عليه الحصه اللي جايه، انما انت تفهم دلوقتي ان هو مستوى صغير جدا 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 تقدر الكيمستري ان هي تحصل ايه عليه. اذا اصبح عندي زي خاتم صغير ما فيهوش بقى ملايين المولكيولز، بقى ايه بيبقى فيه زي 100، بيبقى فيه اراوند ايه يعني عدد قليل من المولكيولز 100 200 في الـ في الـ في الـ في الليفل دوت او في السكيل دوت. العدد ده مترتب هندسيا، يعني هو مترتب بطريقه هندسيه جميله كده، كان الجزيئات بتبقى مبسوطه فين في الليفل دوت في المستوى دوت. فبيبتدي الماده تكتسب اكسترا اوردينري بروبرتيز، تبتدي الماده تكتسب خصائص فريده بقى. الخصائص دي احنا بنستفاد منها بقى في كافه الايه التطبيقات في حياتنا. تمام، يبقى هنا نقدر نقول النانو كيمستري بتبتدي بتحاول ان هي تحصل على النانو ايه سابستنس اللي هي المركبات ايه النانويه زي الصغيره جدا، النانويه اللي هي صغيره جدا. نكمل هنا التعريف. يبقى هنا discovering and forming nano scale substances، ركز معايا. يبقى هنا اكون مواد ذات ابعاد صغيره تعرف بالابعاد النانويه، النانويه اللي هي صغيره جدا اكلمك عليها كايه كقيمه ان شاء الله. طيب ايه اللي ورايا يا مستر؟ بنقول هنا يبقى تقدر تقول لي ان ساعتها بيحصل اكسترا اوردينري بروبرتيز، بيبتدي يظهر ايه؟ بيبتدي يظهر خصائص فريده بقى غير الخصائص اللي انا متعود عليها. تمام؟ يعني اضرب مثلا، لو انا جيت مثلا على الكمبيوتر الكبير بتاع زمان ده، علشان اقدر انقل الايه المعلومه من خلال الوحدات بتاعت النقل اللي هي الترانزستور، انقلها منين؟ انقلها من الايه؟ من الانبوت بتاعي انا بتكلم مثلا، والانبوت ده بيخلي المعلومه تتحرك لحد لما اخزنها. المعلومه دي كانت بتنقل بترانزستور، فالترانزستور ده كان عامل زي الدبوس كده او حاجه كده زي القلم ده في زي اللبيسه بتاعت القلم ده كده، تقدر تمسكها كده بايدك. طيب ما دي حاجه كويسه؟ قال لك لا، كان زمان كانت حاجه كويسه. فكان بيبقى عندي هنا لما يبقى دبوس كده في بعد مرئي او الترانزستور في بعد مرئي وجنبه عدد قليل من الترانزستورات، ده بيأثر على سرعة النقل والساعة بتاعت التخزين، ما بيبقاش عندي سرعة نقل عالية ولا تخزين عالي. انما لو قدرت ان انا اخلي الترانزستور ده لحاجات صغيرة ما اقدرش اشوفها بالعين المجردة، ده بيدخلني في النانو سكيل. طب وده في ايه يعني؟ لا ركز بقى معايا، انت لو دخلت في النانو سكيل هيبقى عندك عدد رهيب من الترانزستورز تقدر ان انت تزود بيه السرعه وتزود بيه سعه التخزين، وتقدر بيه سعادتك تعمل الموبايل ابو كاميرا اللي بيخلي العالم كله بين ايديك دلوقتي، اللي هو الموبايل فون السمارت فون اللي احنا بنستعمله ده طول النهار، تقدر تصور بيه فيديو زي اللايف دوت، تقدر تعمل بيه حاجات كتيره. اذا مين اللي خلى العلم دوت يبقى موجود؟ هو النانو تكنولوجي، وتحديدا طبعا مين اللي بيحضر لك السبستانس في المعمل؟ مين اللي بيدي لك الايه؟ الترانزستور الصغير دوت
اللي بيديلك الترانزستور الصغير ده هو النانو كابسل. هتقيس على كده بقى وهنتكلم على كده باستفاضه في مجالات مختلفه في الحصه بتاعت النانو كابسل قريب جدا باذن الله. انما لما نيجي نرجع نتكلم على بقيه التعريف بنقول لك هنا اكسترا اوردينري بروبرتيز ذات may be used for improving various fields like environmental transportation. كل ده هنفهمه طبعا الحصه الجايه. numerous human needs. anyway الكيمستري هنا تقدر تشتغل على unseen level تخرج لي arrangements من المولكيولز في حجم النانو اللي هيكسر الدنيا هيعمل اختراعات مذهله. هيعمل اختراعات مذهله. And that's all for today's lesson. I hope you have got it well. وأقدر أقول لك إن الدرس دوت يعتبر مهم للحصة اللي وراها. تابع معايا المنهج إن شاء الله. المنهج هيبقى أكثر إمتعان الحصة الجاية. وما تنساش تعمل بريس لايك وتشير كل الفيديوهات لزمايلك عشان يستفادوا. وما تنساش في الكومنتس تقول ثانك يو مستر نادر. اشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.